الله العظيم. القنوات ومقاصده في الأداء والرسم والضبط، وكذلك للاطلاع على سلوكات وسير العمل بهذه الكتاتيب، ليكون إسهام الجائزة في مجال الخدمات القرآنية ذا بعد روحي وعلمي وخلقي واجتماعي. في الورقة القادمة نواصل البوح الأثيري مع العلامة الدكتور محمد بلوالي ابن مدينة تاوريرت ورئيس مجلسها العلمي. مذكرات عالم، استحضار للمسيرة العلمية والحياتية لعلمائنا الأجلاء. مذكرات